ولمناقشة حديث الحكومة في العراق عن إعادة انتشار قوات التحالف الدولي خارج العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بعد اجتماع اليوم بين الحكومة في العراق وقوات التحالف، وزارة الدفاع في العراق قالت بأنهما اتفقا على خطة لإعادة انتشار التحالف الدولي خارج البلاد. بداية، هل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومة بغداد وأمريكا تسمح بذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا لا تسمح بذلك، لا تسمح بأن تكون خروج القوات العراقية الأمريكية من العراق على هذا النحو. المسألة أكبر وأعقد بكثير من هذا الكلام. الاتفاقية الأمنية فحواها أن الجانبان يجب أن يتفاهما ويتفقا اتفاقا كاملا عندما تتوفر كل الظروف لخروج القوات الأمريكية وقدرة القوات الأمنية العراقية على حماية سيادة البلد من أي تهديدات أخرى، سواء كانت إرهابية أو تتعلق بانتهاك السيادة العراقية. إذا توفرت كل هذه العوامل وكل هذه الظروف، عندئذ يجري الحديث على مستويات رفيعة فيما يتعلق بمسألة سحب القوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي من العراق. نعم. ما الهدف برأيك من هذا الحديث فيما لو صح؟ لا سيما أن الأمريكيين أكدوا أن الاجتماعات ستستمر خلال الفترة القادمة من دون تحديد موعد مسبق أو موعد محدد. نعم، طبعا هذا التصريح تصريح غريب جدا وخطير جدا، وهو يتناقض تماما مع البيان الذي صدر عن الاجتماع. ابتداء الاجتماع هو بين لجنتين تقنيتين، يعني اللجنة العراقية العسكرية التقنية مع نظيرتها الأمريكية، ومستوى التمثيل أصلا هو نائب قائد القوات المشتركة من الجانب العراقي الصور عبد الأمير الشمالي، ومن الجانب الأمريكي نائب قوات العزم الصلب، يعني مو نائب قوات القوات المشتركة من الطرف الأمريكي، يعني مجموعة قوات تابعة للقوات التحالف. هذا المستوى لا يمكن أن يتخذ قرارا يعني بمستوى أنه سحب القوات الأمريكية إلى خارج العراق. والقرار بالأساس يعني حتى لو ارتفع المستوى مستوى التمثيل أكثر قليلا، القرار هكذا نوع من القرارات، هذا قرار سياسي وليس قرار عسكري، يجب أن يصدر من الإدارة الأمريكية يعني عملية السحب، وليس لا يمكن أن يصدر من قائد قوات العزم الصلب أو نائب قوات شمري أو الآخري. البيان الذي صار رشح عن وأعلن للوكالات الأنباء عن اللجنتين أنه ستستمر، يعني قال أن الجانبين اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقات الأمنية على المدى الطويل. يعني هذا الكلام ينفي تماما نفيا قاطعا الكلام الذي قدمه متحدث وزارة الدفاع. نعم، في المقابل أستاذ لبيد، نجد أن موقع ناشونال انترست الأمريكي يقول أو يدعو إدارة بايدن لتفكيك وكلاء إيران، والمقصود الميليشيات بطبيعة الحال. هل ثمت دور يمكن أن تقوم به الحكومة في مسألة تفكيك هؤلاء الوكلاء؟ والله من بوجهة نظري، وأعتقد الواقع يعني الوقائع أثبتت ما سأقوله، أن لا أمريكا جادة في تفكيك الميليشيات ولا الحكومة أيضا جادة في تفكيك الميليشيات. لماذا؟ أولا من الجانب الأمريكي الميليشيات لا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. أمريكا موجودة في العراق من أجل محاربة قوات داعش، قوات تنظيم الدولة، وهذا ما يكررون قوله يعني. ودائما البيانات الأمريكية التي تصدر لا سيما عن جلسات الحوار الاستراتيجي تؤكد دائما بأن استمرار وجود قواتها في العراق يأتي في إطار المعركة المستمرة ضد داعش الإرهابي. لم يأتوا على ذكر الميليشيات، والعمليات التي تم فيها ضرب الميليشيات هي عمليات رد فعل وضربات خفيفة جدا يعني، وليست ولا توحي بأن أمريكا جادة. نعم. في التصدي وفي اجتثاث. أما من ناحية من طرف الحكومي، الحكومة لا تقمع، لا ليست عندها، لا هي قادرة على ضرب الميليشيات ولا تتوفر فيها إرادة لضرب الميليشيات، لأن الميليشيات طائفية بالحقيقة، والحكومة أيضا طائفية،
فهناك انسجام عقائدي او انسجام على المستوى الطائفي. نعم. نقول احسن فيما يعني انت تقول. نعم. ذلك بالنسبه للامريكان، لكن صحيفه نيويورك تايمز تحذر من التهديد المتفاقم الذي يواجه واشنطن بسبب عملاء ايران في العراق. في ظل هذه التهديدات للميليشيات، هل يمكن أن تدخل أمريكا في مواجهة ما مع الميليشيات، أم أن ما يأتي من تقارير قد يشتمل على مبالغة ما؟ أمريكا ستدخل في حرب أو في صراع حقيقي مع الميليشيات عندما يكون هناك تهديد حقيقي للأمن القومي الأمريكي من قبل الميليشيات، وعمليات القصف بها الصواريخ الخفيفة للمناطق الصحراوية التي تواجد بها عدد قليل جدا من الخبراء الأمريكيين، هذا لا يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي ولا تعير له اهتماما أمريكا، وأصلا لا تأتي على ذكرها الوكالات العالمية. يعني هذه المسألة يعني بعيدة، يعني لا يمكن أن تكون سببا. هذه الضربات التي تحدث بين شهر وشهر أو وهي ضربات خفيفة لا يمكن أن تكون سببا ليدعو أمريكا إلى التدخل بشكل جدي ضد هذه الميليشيات. الميليشيات بالعكس، أنا أعتقد أن أمريكا تحسب للميليشيات حسابات استراتيجية، يعني إذا تنامى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق أو في المنطقة عموما، فستكون هناك حاجة ماسة لوجود الميليشيات ذات الولاء الإيرانية أو الميليشيات الشيعية. لماذا؟ لأن طبيعة المعركة هي بالحقيقة صراع طائفي، يعني نعلم أن تنظيم داعش يمثل السنة والميليشيات الموجودة تمثل الشيعة، هكذا يعني تبدو الأمور. لذلك فهذه الميليشيات ستحتاج إليها أمريكا كما احتاجت إليها في الحرب التي قامت منذ 2016 ولم تنتهي إلى 2018. فهذا رصيد. نعم. تحتاج استراتيجي يجب أن تحافظ عليه أمريكا، لا يمكن أن تقضي عليه قضاء كاملا. وصلت الصورة، شكرا لك سيد لبيد الصميدة عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا من مالمو.